الكرام الحاضرين معنا من مختلف مناطق المملكة من الشمال للجنوب حضور وزارة التخطيط لكل الشخصيات الحاضرة أيضا للفرجة والمتعة والتشجيع ومساندة المهرجان. بالطبع الهدف فرقة الحصادة غادي تكونوا معنا غدا إن شاء الله ولكن دعونا نعطينا شي انقطاع باش نتفرجوا ولا كنسمعوا لفرقة الحصادة يلا ديرها التراث المادي على الصعيد الوطني وفرقة الغياطة حتى هما غادي يعاونوكم يلا الغياطة حتى هما حاضرين التراث المادي وراء كتكون هناك ثقافة أو ثقافات كتكون هناك كذلك يعني الحياة الاجتماعية وراء الاعتبارات اللي كنعيشوها اليوم وبالطبع التاريخ في هذه المنطقة العريقة فهو مهم بالنسبة لنا. شكرا لكم.